نبقى مع التلاميذ في المدرسة في موضوع آخر يهم السلوك المدرسي وظاهرة العنف ليست تجاه التلاميذ ولكن العكس عنف التلاميذ تجاه المعلمين والأساتذة. قضية تعرض الآن أمام القضاء بوجدة، تلميذ أحيل على النيابة العامة بعد اعتدائه على أستاذه داخل حجرة الدرس أمام باقي التلاميذ. الأستاذ أصيب بكسر في ذراعه اليمنى. روبورتاج عبد الحميد المرابط وسعيد النشاري. قضية الاعتداء على الأستاذ نور الدين الصيم الذي أصيب على إثره بكسر في ذراعه اليمنى داخل الفصل الدراسي تدخل منعطفا جديدا بعد وضع التلميذ المتهم رهن الاعتقال بمركز حماية الطفولة نهاية الشهر الماضي وقرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إحالته على قاضي الأحداث ليتابع بتهم إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه مع استعمال العنف في حقه والسب والشتم، تهم ينفيها دفاع التلميذ. أن التلميذ كيتحصل على أعلى النقاط، معدله ممتاز. ثانيا الحدث لم يتسبب في الضرب او في العنف ضد الاستاذ ديالو، وانما هو اللي كان موضوع العنف، والحدث عنده شهاده طبيه اللي تعطات له من مركز الاستشفاء الفارابي اللي فيها 18 يوم. الاستاذ الذي يطالب من جهته بانصافه حظيت قضيته بتغطيه اعلاميه وتضامن اسره التعليم، حيث اصدرت فروع 5 نقابات تعليميه بيان مؤازره تندد فيه بحادث الاعتداء وتطالب بضمان حقوق الاستاذ. شهاده طبيه المده ديالها 4 شهور وخضعت لعمليه جراحيه. ثانيا هذا تلميذ متهور وتعدى عليا في القسم وامام التلاميذ، ماشي غير بالضرب فقط، بل حتى بالسب والشتم والاهانه. ودابا كنطلب ان العداله كتاخذ المجرى ديالها. وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها في هذه النازلة يطرح السؤال مجددا حول مسألة العنف المدرسي والأسباب التي تغذي هذه الظاهرة. المؤسسة الكبرى والصغرى أصبحت يعني معرضة لهذه الظاهرة، كما كذلك أن يعني التلاميذ حتى التلاميذ النجباء والمتفوقين يعني أصبحوا هم كذلك يعني تصدر منهم هذه الظاهرة. الأسرة التي لا تقدر المدرس قد توحي للتلميذ بمثل هذه التصرفات، وهناك ما هو متعلق بالمدرس أحيانا قد لا يستعمل الطرق الملائمة، وهناك ما هو متعلق بالفضاء المدرسي. للتذكير فحادث الاعتداء الذي وقع بثانوية القاضي بن العربي بوجدة يعود إلى 11 من الشهر الماضي، ويرتقب أن تنظر هيئة المحكمة في هذه الواقعة يوم غد الجمعة.